من الوصفات السهلة واللذيذة. لما أكون محتارة شو بدي أطبخ، بطالع الدجاج من الفريزر وبتبله بتتبيلة طيبة مع كم حبة بطاطا، بصير عنا أطيب وجبة غدا. وأكيد طيابة هاي الأكلة هي بسر التتبيلة. نحن لما نعرف الأكلة شو بيلبق لها وشو لازمها وشو بتحتاج، أكيد رح تطلع معنا طيبة ومثل ما بدنا وأحسن. دايما مستغرب نحنا ليش الفروج المشوي الجاهز كتير بيجي طيب وطري والجلد مقرمشة على الآخر. أكيد الشواية تبع السوق بتلعب دور، بس نحنا فينا نحصل على نفس النتيجة بفرن البيت، وأكيد رح تكون النتيجة لسه أطيب وأنظف من شغل السوق. فيكن تستخدموا أكيد لهالوصفة دجاجة كاملة، وفيكن تستخدموا قطعة الورك مع الفخذ لحال، بس ما فيكن تستخدموا الصدورة لأنه الصدورة رح تطلع ناشفة هاي الوصفة. أنا بفضل جنب هالأكلة خبز ومايونيز وكاتشب، وأنتوا أكيد فيكن تاكلوا جنبها أي نوع خبز أو أي نوع صوص أنتوا بتفضلوا. كمان بهي الوصفة تبلت البطاطا بطريقة كتير طيبة لحتى ما تطلع ناشفة أو تطلع مثل البطاطا المسلوقة أو المشوية طعمتها خفيفة أو من دون طعمة. خلينا نشوف شو رح نحتاج مكونات وتوابل لحتى نعمل هاي الأكلة الطيبة، ونشوف الخطوات مع بعض بالتفصيل. رح نحتاج دجاج مقطع بهي الطريقة مغسول ومنظف. أنا عملت فتحات صغيرة بالدجاج بالسكينة لحتى تتشرب الصوص لقلبه ولحتى تغب التوابل وتعطينا هالطعمة الطيبة. رح نحتاج معلقتين رب بندورة، 4 معالق لبن، ملح، فلفل، زنجبيل، كركم، قرفة، بهارات ماجي، كاري وتوم بودرة، ونص كاسة كبيرة خل أبيض. الخل رح يطري الدجاج ورح يعطيه طعمة كتير طيبة. هلا أول شي منحط الدجاج بعد ما غسلناه وقطعناه وشكيناه بالسكين بهاي الطريقة لحتى تشرب التوابل لقلبه. منحط الخل الأبيض، بعدين منحط رب البندورة واللبن، بعدين منحط التوابل اللي جهزناها فوق الدجاج، بعدين رح نحرك كل المكونات مع بعض لحتى نحس انه رب البندورة واللبن والتوابل تجانسوا مع الدجاج على الآخر، لحتى نحس انه صارت عنا تتبيلة بقوام سميك شوي. رح نريحها 2 ساعة على القليل قبل ما نحطها بالفرن، اذا منحطها قبل بليلة كاملة بالبراد بيكون افضل. هلا رح نحضر البطاطا ونشوف كيف رح نتبلها. بدنا بطاطا حجم وسط او حجم صغير تقريبا. بدنا توابل، فلفل، كاري، بهارات ماجي، ثوم بودرة وكركم، وبدنا نص كاسة زيت نباتي. وهلأ أول خطوة رح نخلط الزيت النباتي مع التوابل. رح نحركهم سوا لحتى ينخلطوا منيح، ونحن عم نتبل البطاطا لازم نضل عم نحركهم لأنه التوابل بتنزل لتحت بترسي وبيطلع الزيت لفوق. وهلأ رح نشوف كيف رح نقطع البطاطا. منحط عنا معلقة خشبية ومنقطع البطاطا شرائح، بس منحاول ما ننزل بالسكين على الآخر لحتى تضل البطاطا قطعة واحدة
ولحتى ما تنقسم ولحتى تعطينا هذا الشكل. بطاطا شرائح بس موصولة مع بعض بنفس الوقت. هلأ رح نتبل البطاطا. أول شي طبعا منحرك الزيت مع التوابل، بعدين منحاول ندخل الزيت والتوابل لجوات الشرائح لحتى تتأمر معنا وتعطينا طعمة طيبة، ولحتى ما تطلع ناشفة لما نحطها بالفرن. هلأ منحط ورق زبدة بالصينية، بعدين منصف الجاج بهذا الشكل أو بأي شكل بتفضلوه، طبعا ما في أي مشكلة، المهم نخلي مساحة صغيرة للبطاطا لحتى نوزعها كمان بين قطع الجاج. أنا بنصحكم إذا بدكم تجربوا هي الوصفة إنه تبلوا الدجاج قبل بنهار، تبلوه بالليل وتخلوه ليلة كاملة بالبراد لحتى يعطيكم طعمة كتير طيبة. من التبلوه بالليل وتطلعوه تاني يوم رح تشموا ريحة التتبيلة قديشها طيبة، ورح تتغلغل التتبيلة بالدجاج ورح تخليه يستوي، ورح يعطيكم نتيجة مثل ما بدكم وأحسن. هلأ منصف حبات البطاطا بين الدجاج وبس نحطها بالفرن. طبعا البطاطا والدجاج رح ينزلوا مي ورح تتغلغل الطعمة سوا، ورح تتغلغل طعمة الدجاج بالبطاطا لأن البطاطا رح تغب كل السوائل اللي رح تنزل، رح تطلع طعمتها بإذن الله كتير طيبة. هلأ رح أدهن البطاطا بالتوابل والزيت البقيانين، ورح أحط باقي الصوص كلياته فوق الصينية. رح نفوت الصينية على فرن محمى مسبقا على أعلى درجة حرارة، ونحطها لساعة كاملة على أول رف بالفرن. آخر ربع ساعة رح نرفعها للرف الوسطاني لتتأمر الجلدة وتعطينا هذا اللون الحلو. وهيك بتكون الوصفة صارت. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. يلي لسه ما اشترك بالقناة بتمنى يشترك ويفعل زر الجرس لحتى تصلوا الفيديوهات الجديدة أول بأول، وما تنسوا اللايك والشير. ومثل العادة رح أترك لكم المكونات بصندوق الوصف لحتى يكون سهل عليكم تطبيق الوصفة. بشوفكم بفيديو جديد عن قريب بإذن الله.